مسؤولية الأهلي. اه طبعا اه يعني طبعا مصريين وأجانب، واجانب يعني تمانية. طبعا فايلر دلوقتي، في قبل كده لاسارتي أعتقد. اشتغلت البداية كانت مع كابتن زيزو، قعدت فترة، وبعدين جه جوزيه. مستر مانويل جوزيه طبعا، وبعدين جه كابتن حسام البدري، وبعدين جه كابتن محمد يوسف، وبعدين اشتغلت مع باسيرو، وبعدين كابتن مارتينيول. مارتينيول. كان في مرحلة بينهم مع كابتن زيزو، وبعدين مارتينيول، وبعد كده اشتغلت مع كابتن حسين البدري مره تانية، وبعد كده اشتغلت مع لاسارتي، وبعدين اشتغلت مع فايلر. كل واحد له طريقه تفكير. يعني انا دايما بقول ما ينفعش المقارنه، لا يجوز المقارنه او التشبيه. لا، هو كل واحد عنده حاجات ايجابيه كتير، بس ربنا ما خلقش كل واحد زي التاني. يعني في واحد عنده صفات ممكن تساعده، وفي واحد صفات مثلا لا قدر الله ممكن تاخره. طب ايه الصفات الكويسه عند فايلر من وجهه نظرك؟ فايلر طبعا مدرب كويس جدا، محقق ارقام كويسه جدا جدا السنه دي، عامل كره هجوميه رائعه، الايام يعني بتبقى بتزيده خبرات واكتر واكتر في الاجواء. على فكره مرتاح مع الفرقه والفرقه مرتاحه معاه بالتاكيد، ولا انت ما توصلش كده؟ اصل في الاخر نتائج، وده يخليني اروح لحته تانية برضو. يعني انا على فكره ما فيش حد بيسلم حد من الصفر، يعني انت عملت ارقام وعملت نتائج وعملت حاجات كويسه، لكن انت ما استلمتش الموضوع من الصفر، او هتسلمه محدش في الاهلي عندنا بيسلم التاني من الصفر، كله بيجي يبني على اللي قبله، وانت هتيجي يوم وهتمشي، اي واحد هيجي يوم وهيمشي، بس في النهايه انت بتوصل الامانه. انت ليك كلمه في الناحيه الفنيه كابتن سيد؟ تتكلم مع الراجل مش بتاعتي، مش بتاعتي خالص، بس هو ممكن ياخد رايك في بعض الاوقات زي ما انت بتاخد رايه في بعض الاوقات. يعني لازم يبقى في تنسيق مشترك ما بينكم دايما، لان انتوا الاثنين اللي مسؤولين عن الفرقه، ففي امر ما ينفعش ان انت تاخده يضر بالفرقه الا لو له علاقه بالامور السلوكيه والتاديبيه دي. دي بتاعه النادي، سياسه النادي بحت، تمام. لكن في امور فنيه ممكن يدردش معاك، لكن القرار في الاول والاخر لمين؟ ليه هو؟ طبعا هو المدير الفني. ليه هو كان ليك دخل في او تدخلت باي شكل من الاشكال في ازمه صالح جمعه؟ ازمه صالح جمعه معاه هو يعني؟ يعني من بدايتها. لا، انا كنادي ليا حقوق عند اللاعب، يعني كنادي ليا حقوق عند اللاعب، يعني الحقوق دي بحاول ان انا يعني احتفظ بيها على طول، او ابقى تبقى في ايدي على طول، لكن الامور الفنيه مطروقه له. يعني ده هيخليني برضو اروح لحته، يعني مش مساله ان احنا بنقول كلام كده، يعني كلام للاستهلاك السهره او للاستهلاك الوقت، ولا دي حقيقه والله. انت هيجي يوم وهتلاقي نفسك مش موجود، اللي بعدك لازم يستلم الموضوع بنفس السياسه بتاعت النادي. احنا من دايما الفكره الاولى والاهم عندنا ان انت النادي يبقى اقوى من اي حد في المنظومه، اقوى من اي حد داخليا، اقوى من اي حد، اقوى من الجهاز، واقوى من اللعيبه، واقوى من المنافس، واقوى من اي شيء في حدود الصح. يعني اللي اقصده يعني عشان كده عشان كده هقفل الحته دي بس يا احمد، دي مهمه جدا. عشان كده انا بحترم جدا جدا الاعلاميين، جدا بحترم الناس جدا، لكن مفيش حد هيغير قناعاتي. اكتر كلمه مش بتعصبني، لكن في النهايه ممكن اقفل التليفون واخش انام على فكره. الحق ده مكتوب كذا، الحق ده معرفش لنا مطلوب مني ان انا اعالج حاجه مش موجوده اصلا، ولا امشي ورا خيط واحد كاتبه مثلا يعني لهدف من ما او لشيء ما في دماغه خالص. انا ممكن اقفل الموبايل وخلاص، طالما متاكد من الداخليات اللي عندي، وانا هصدق اللعيب في اي وقت. يعني بصدق اللعيب طالما قال لي، لانه لو كذب بالنسبه لي تبقى مشكله كبيره جدا جدا. فمع احترامي لاي حد ولو كان الامر ده بيزعل ناس، انا عارف ان في ناس ممكن تكون زعلانه مني على المستوى الاعلامي، عارف ان في ناس ممكن تزعلني، لكن انا مش هغير سياستي معاهم او سياستي في الردود او سياستي في التعامل. لا، انا بحترمهم جدا جدا جدا، بس ما حدش هيلوي دراعي ولا يلوي دراع النادي. يعني انت بتكلمني على سكواد، على قوام فريق كله.